السلام عليكم. اليوم غادي نقاسم معكم واحد الوصفه جديده، واحد الوصفه سهله وفوتكم ان شاء الله في متناول الجميع، وهي ما هي البايلة اللي كتكون معتمده على الرز وعلى اللحوم المشتركه، يعني يكون فيها الدجاج. انا درت فيها غير الدجاج ودرت فيها الكروفات ودرت فيها الحوت، يعني الحوت الابيض. عندي هنايا نص كيلو ديال الحوت الابيض، اي حوت ابيض، وعندي 250 غرام ديال الكروفيت، وهذه جلبانه خضراء كونجلي، ودرت فيها كيلو ديال الركيبات ديال لي بيلون ديال الدجاج. طبيعه الحال بشي بصله مسلجه باش نطيبوا الدجاج. دونك غادي نبداو ان شاء الله، غادي ندوزوا للمقادير وميم طون غادي ندير، انا غيجيكم الفيديو طويل. دونك درت البصله مع الدجاج، غادي نزيد عليهم واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي ندير عليهم واحد نص معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال سكينجبير، هادو بطبيعه الحال معالق صغار، ومعلقه ديال الخرقوم، وغادي ندير واحد شويه ديال الفلفل الحمراء، تقريبا نص معلقه ديال الفلفل الحمراء اللي غادي ندير، وغادي ندير بطبيعه الحال واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك وزويته بلديه وواحد ورقه ديال الرمد، وغادي ندي هادشي تحت، وفي نفس الوقت غادي ندي هادشي فوق البطاطا تحت ليا، لان خاص الدجاج يطيب بوحدو. فهاد انسيت المليحه ما قلتهاش لكم، جو ميكسكوز، وشويه ديال الثومه. وفهاد الاثناء غادي ندير واحد الزبيده ديال زبده عاديه ديال الاكل، غادي نديرها في واحد نوتر بوال، واحد الكاسرون الاخرى، وغادي نصوطي لي كروفيت، ومن بعد غادي ندير البواسون. ومام طون راني تنحرك هذاك الشيء باش ما يستقليش الدجاج اللي درتو باش طيح لي البصله، ومام طون غادي طيح لي حتى خصو يطيب وحديتو هو وجلبانه. هاد الاكله راه كتجي معتبره ولذيذه بزاف. فلوطخ بوا راني درت زبيده كتذوب فوق راس الاخر، بما دات لي الزبيده غادي نزيد ليها الكروفيت باذن الله. هنايا راه الزبيده دابت، الكروفيت ما غاديش نفوت فيه جوج ديال الدقائق، ما كاملش نقولوا دقيقه ونص كاع، هكاك ندير غير الطون باش حركت هذا الركيبات هكا، غير حركتهم باش ما يلصقوليش، لان خصني نحرك ومن طون ندورهم كل مره على جنب باش يتحمروا لي من جميع الجوانب. وهذا القصر اللي غادي نحيد، يعني دقيقه حتى دقيقه ونص حيد باش نحيد لي كروفيت. صافي قد ما طابو قد ما كيقصح هاد لي كروفيت، وحتى الكراميل قد ما طيبتي قد ما كتقصح. في نفس المقله غادي ندير هادوك الطريفات ديال الحوت حتى هما، وغادي نخليهم حتى هما يتسوطاو. طاب شويه عليهم حتى هما، ما نزيد لهم حتى شي حاجه. متاكدين بان هاد الاكله كتجي لذيذه بزاف، وحبيت حتى نتقاسم معكم، و الله يرحم كلمه يقولوا الله يرحم اللي علمونا واللي فادونا. هنايا زدت غير واحد هاد الكاس، خديت منه تقريبا واحد ما كاملش ربع ديال الكاس، يعني واحد ربع كاس ديال العنبه ديال الماء اللي درتو، بان باقا البصله ما طاحتليش، ولكن هذيك العطريه راه شربات داك الماء شرب داكشي، ولكن انا الغرض ديالي وان الدجاج يتقلى مزيان وديك البصله طيح، لا ما خصهاش تبان، تذوب كاع ما تبقاش تبان نهائيا. حتىها باقا ما دابتش، راه ما غاديش نزيد لان خصني نزيد عليها الجلبانه طيبتها هي. فهاد الاثناء راه خصني نقلب تاع الحوت تاع هو باش نتك دوك الكويس، لان خاص الماء اللي فيهم يخرج
باش يطيبوهم مسمين وملبدين. ومن بعد تنقلب يعني كيتقلبوا لهاد الجنوه، لاحظتوا بان راه ليكويز تحمروا. هذا هو الغرض ديالي انا غادي تحمروا بلا ما نحمرهم مازال، غير في هذيك العطريه وهذيك البصيله هي اللي عطاتهم هذاك اللون، ما قليتهمش في الاول. دونك غادي نزيد هاد، كملت هاد الكاس ديال الماء وغادي نغطي عليه يطيب، وغادي ندوز الحوت ديالي باش نقلبو. ها هو بدا كيطيب، انا هاد الحوت غادي يطيب غير على هاد واحد الكوطي، ومن بعد هذا غنقلبو. ما نبقاوش نقلبو فيه لان هاد الحوت ابيض تيكون شويه فراجيل، لكن لا خلينا حتى طابع على هاد الجانب ودرنا هاد الجانب الاخر حتى يشد فراسو وما تيخسرش زعما تيبقى حتى دخلوا الطياب يعني راه ولا ابيض، كنتسناو حتى كيبيض الجانب ديالو عاد كنقلبوه. دونك غادي نقلبو كامل ونتسنى على ومام طورا الدجاج ديالي راه كيطيب في الجهه الاخرى. هذاك الماد الحوت حتى هو اللي غادي يطلق، اللي طلق الحوت داك الشيء ما عندي، عندي الغرض بيه هو ما غاديش نرميه لان حتى هو غادي نزيدو في الكاسرول. يعني هاد الاثناء راه الدجاج ديالي راه دخلوا الطياب مزيان، لكن غنزيدو يطيب. وهنايا غادي نحيد هاد الحوت لان حتى هو خصني نحيدو، الحوت عكس الكروفيت هذا غادي تفرتت لي الا خليته طاب بزاف. هنايا غادي نزيد جليبينه ديالي تقريبا هنايا واحد 300 غرام ديال الجلبانه على الدجاج. الغرض ديالي بان راه خاص كل حاجه طيب بوحديتها هذاك الشيء علاش. دونك وغادي نخليها طيب مزيان مع الدجاج. في هاد الاثناء راني دهنت هاد الخطار هاد التفصيل اللي كيمشي للفران غير بواحد ما تكملش بعد معلقه ديال الزبده، غير حيت الحراره ديال المطبخ راها دارتها جراتها. الو هنايا راه الدجاج ديالي طاب والجليبينه حتى هي طابت. على غادي نحن نزولو غير دو كوتي، ما غاديش غير حتى نصب نكمل المراحل ديالي. في هاد الاثناء غادي نزيد الروز، غادي نديرها معبورين هنايا جوج زلايف صغار يعني ديال 250 غرام في الوحده، 250 غرام. وغادي نزيد عليهم مطي هذاك ورقه ديال الترند غندير جوج، وغادي ندير عليهم معلقه هذه تقريبا معلقه الاولى والمعلقه الثانيه ديال المطيشه ديال الحك. المعلقه الاولى هي اللي درنا في الاول، وهذه تقريبا جوج معلقات ديال المطيشه ديال الحك، يعني داك الحك المويان اللي كبر من الصغير. دونك الكاس الاول ديال الماء وهذا الكاس الثاني، نسيطرو في نسيطرو يعني يطرو تاع الماء. غادي نحرك الكل في هاد المقلة هادي ما تندخلهاش الفران، حيت عندها اليد ديالها غادي تدوبلي، ولكن غادي نصب كلشي في هداك الطبسيل اللي كاين في الفران، ملي تنحرها كي هاديك المطيشة ديال الحك باش تدوبليا. من بعد غادي نبقى نهز صغير في اللول بحال هكا واحد جوج ديال المغرفات، ومن بعد غادي نكب لو غاست كلو بلا كاسرول، كلشي لي غادي يبقى لي غادي نكبو بلا كاسرول بلا كاسرول. كلشي غادي تصب هنا فوالا، وخا يبقى لي داك شويه د الرز غادي نزيدو عاوتاني تا هو نزيدو فيه في التبصيل.
ومن بعد غادي ندير المونتاج ديال الطبسيل، لان هاد الطبسيل غادي يمشي هو اللي غادي، ماشي مشكل نقدر نصفو ونقدر نقدمو في هاد الطبسيل ديال الفران، لان خاصها تمشي ويا خاصها تقدم ويا يعني على حساب لا بريزونطاسيون. دونك من بعد غادي نهز هذوك لي بينو، هذوك الركيبات ديال الدجاج، كان هنا كنوزع غير الروز باش يكون متساوي، تكونش بلاصه فيها الروز ولا بلاصه لا، كنوزع الروز على في الطاسه ديال الفران. من بعد كنحط الركيبات ديالي هكا في الطبسيل، قادو لان الطبسيل غادي يبقى هذا هو اللي قلت لكم يعني كيكون البريزونطاسيون ديال الفران، وهو اللي غنقدر نقدمو فيه يعني نحطو في طبلة ونقدمو فيه يعني هذا داك الماء ديال الحوت والماء ديال الدجاج سبيكو تا هو. من بعد كندير الطريفات ديال الحوت ديالي تا هما، يعني كندير البلا على حساب كل واحد، يعني على حساب الافراد الاشخاص ديالو، يعني تقدري تنقصي الدجاج تنقصي الحوت تنقصي، يعني ماشي وبديجا باش ديري نفس لا كونتيتي. بعد ما كنكملوا الزواق ديال الحوت غادي ندوز للكروبيت تاع هو. هذا راه غير الماء ديال الحوت صافي غادي نصبو فيه، حتى هو ما عادش نحتاجها، حتى هو غادي يطلق لينا الماء ديال الحوت. وهنايا الكروفيت ديالنا يعني غادي نصبوه بطريقه يعني تكون متساويه، يعني البلا ديالنا خصو يكون كله فيه الحوت الكروفيت. بقيتي تزيدي فيه بزاف ديال الحوت، تزيدي فيه الليمون يعني بوزروك، تزيدي فيه لي كروفيت، تزيدي فيه الكالمار، تزيدي فيه اي حاجه بغيتي تزيدي فيها، يعني كيكون ان ميلونج. كاين اللي كيدير فيها دوك طريفات ديال الحمص صغيورين ديال الملج حتى هو كيدوز، يعني سي ان ميلونج اللي كيجي ولكن كيجي رائع. نعم هادشي اللي كان عندي في الدار انا درتو، غادي تيحمقوا عليها. دونك غادي نغطيها ببابي سولفوريزي، يعني بابي ديال الطياب، بابي دو كويسون. من بعد غادي ندير بابي الومنيوم ونديرها في الفرن. ما غلفتهاش مزيان لان خاص البخار يطلع، ان الروز خاصو ما يخصو يطيب مزيان. استغرقت لي واحد نقول لك واحد 30 دقيقه على فران حراره 400 درجه. شوفوا هانتوما الروز كي داير، يعني انا حليت على باقي ما جبتهاش من الفران، الروز داير مفرك معزول وحده حبه على حبه، ما كاينش زعما. انا غطيتها غير بحال هكا يعني واحد 2 مينيت في الفران، ومن بعد جبتها طفيت عليها الفران. ها هي 400 ديال الدرجه اللي درت ليها، ومن بعد طفيت على الفران وجبتها. وصافي هذا هو الطبق ديالنا، يعني نقدر كما انا كنعاود، يعني انا هذا هو الطبق اللي دخلته في الفران، هذا هو الطبق اللي غادي نقدم فيه. هانتوما شوفوا الروز كيفاش داير، يعني مفرك حبه على حبه، ماشي معجن ولا نهائيا. عواص بيتو يعني كتهزي واحد اون بارتي ديال واحد شويه ديال الدجاج شويه ديال الحوت شويه ديال هكا شويه ديال هكا. وهذه هو الاكله ديالنا، هذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم. وكنشكر بزاف المتتبعين، وما تنساوناش من جيم وبارطاج ومرحبا بكم، وشكرا بزاف لثقتكم ولدعمكم. ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم.